ولمزيد من التحليل لأداء البورصة المصرية لهذا اليوم ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف محمد سعيد خبير أسواق المال. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا مساء الخير أستاذة دينا. خليني أعرف تفسير حضرتك لأداء اليوم اللي كان على اللون الأخضر، بالذات أنه كان في بعض الجلسات السابقة ساد فيها التراجع الملحوظ. ما هو فعلا الأسبوع اللي فات كان أسبوع صعب جدا على السوق، يعني مبدئيا احنا برضو عشان يعني نكون واقعيين، فأسواق المال ما هياش بحاجة في أي وقت إن يبقى فيه مبررات تبرر التحركات الطبيعية، لأن التحركات الطبيعية في السوق هي بتكون لأسباب سيكولوجية في الأساس، والسوق المصري كان تحرك غير طبيعي بصعوده لفتره طويله بدون المرور بتصحيح متوسط الاجل، فبالتالي التصحيح اللي هو بيمر بيه ده بدون حتى مبررات، هو بس كل الحكايه ان هو زاد كتير قوي عن التصحيح متوسط الاجل. فالاسبوع اللي فات كان في هبوط عنيف جدا، توافق ده مع عدد من العوامل اللي ساهمت في ان الهبوط كان كبير، زي مثلا عالميا كان فيه تصعيد في الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين، وده بدأ بتويتة من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وانتهى بزيادة الرسوم فعلا من 10% ل 25% مع تصريحات صينية بأن هي بتتوعد بالرد، وده بالرغم من أن في مفاوضات ومحادثات مستمرة حول تهدئة المواجهات في الحرب التجارية. ومع ذلك فالأسواق العالمية اللي انخفضت بشدة بشكل جماعي في بداية الأسبوع أنهت الأسبوع بصعود في السوق الأمريكي، فده كان واحد من العوامل، بالإضافة طبعا لعامل آخر وكان هو اللغط اللي أتيح حول قرب تطبيق ضريبة الدمع، والحمد لله أن نزح الفتيل من هذا الملف بقرارات تثبيت ضريبة الدمع عند مستواها الحالي وارجاء تطبيق المرحلة الثالثة او اعادة النظر، يعني مش عارفين بالظبط هيحصل ايه، سواء المرحلة الثالثة في ضريبة الدمع اللي بترفع الضريبة من 1.5% ل 1.75% على كل من طرفي الصفقة البائع والمشتري، وصرف النظر عن ضريبة الارباح الرأسمالية اللي كانت معجلة لثلاث سنين. يعني بشكل عام بقى المؤسسات المصرية في خلال هذه الجلسات الشديدة الدموية العنيفة جدا اللي هبطت، كانت السوق كان بينزل كل يوم 300 نقطة على الأقل، فكان في إفراط شديد في البيع وكان في تفريغ كبير للمحافظ المؤسسات المصرية، فكان منطقي إن هي يعني بعد هذا الماراثون الشديد في الضغط على السوق ان هي تاخد هدنه وتتجه للبيع مره ثانيه زي ما حصل في جلسه النهارده. ويعني احنا برضو لا نعول كثيرا على هذا الارتفاع، لانه احنا يعني بنجد ان هو هدنه والتقاط انفاس للقوى الغاشمه البيعيه اللي هي المؤسسات المصريه. انت غير متفائل على الاطلاق استاذ محمد؟ انا متفائل جدا. طيب متفائل جدا على الاتجاه الرئيسي، لكن قوى غاشمه يعني ده اللي حصل في سلوكهم خلال الايام الماضيه، اللي بيخليني متفائل ليه ومتاكد ان هذه الانخفاضات هي انخفاضات مؤقته، هو ان كل المؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر والبورصه هي مرآه الاقتصاد، كلها مؤشرات ايجابيه، ده واضح في التصنيف الاجتماعي. انت بتقصد قوه غاشمه بالمعنى الايجابي؟ قوة غاشمة زي ما غاشمة قوة غاشمة بيعية. طبعا هي ضغطت على السوق ضغط شديد ونزلت بأسعار الأسهم لمستويات متدنية جدا، وده يعني ده طبيعة أسواق المال إن هي بتتحرك بتذبذب سعري، ولكن السوق المصري الحقيقة بيتميز عن أسواق مال كتير إن التذبذبات فيه عنيفة وحد بيساهم فيها هذه القوة اللي احنا بنقول عليها انها بتبيع بشكل عنيف جدا، ولما بتشتري بيصعد السوق صعود قياسي وارتفاعات قوية جدا، وده يعني احيانا بيبقى مضر شوية بالذات للمستثمر الفرد اللي هو قليل الحيلة بعض الشيء، اللي بيخليني برضو عايز اقول لحضرتك عامل تاني غير
اللي بيأكد ان هذه التحركات هي تحركات مؤقتة. السوق لابد هيصعد تاني ويطلع يحقق مستويات قياسية اعلى من اللي هو كان فيها قبل كده، بخلاف المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية لمصر، ان كل اسواق المال عالميا كلها في اتجاه صاعد، والقاعدة العلم بيقول ان اسواق المال بتتحرك في اتجاه واحد عالميا، ما لم يكن في دولة ليها ظروف خاصة، بل بالعكس الظروف الخاصة عند مصر هي إيجابية. شكرا جزيلا لهذه الآراء الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال.